اهلا بيكم يا جماعه في حلقه جديده من قناه كينج هيستوري. القناه بتتكلم عن كل الحضارات من بدايتها لنهايتها، والنهارده ان شاء الله هنبدا كلامنا عن ملك جديد من ملوك الاسره الخمسه، وهو الملك نفر افرع. ومن ضمن الاسماء اللي تعرف بيها الملك اللي هنتكلم عليه النهارده هو اسم رع نفر اف، وهو خامس ملوك الاسره الخمسه. ومعنى كلمه نفر افرع معناها الحرفي هو جمال رع. والملك نفر افرع كان واحد من تلات اخوات اشقاء، كلهم بقوا ملوك بعد كده من ملوك الاسره الخمسه. والاخوات الاثنين التانيين كانوا شيسسكارع ونيقوسرع، والاثنين بعد كده بقوا ملوك من ملوك مصر في عهد الاسره الخمسه. وقدر المستكشفين والباحثين وقت التنقيب عن الاثار ان هم يلاقوا جوه المعابد الجنائزيه في ابو صير مجموعه من اوراق البرد الاداريه المهمه جدا، واللي بيرجع عهدها لعهد الملك نفر افرع. والمجموعه الاستكشافيه اللي قدرت ان هي تلاقي مجموعه اوراق البرد المهمه جدا هي مجموعه استكشافيه من جامعه بارك، وكانت سنة 1982. ونفس الأهمية التاريخية اللي ادت المجموعة البحثية انها تستكشفها لمجموعة أوراق البورد الإدارية، نفس الأهمية التاريخية دي هي الأهمية التاريخية اللي قدر الباحثين انهم يلاقوها لمجموعة أوراق البورد اللي تم استكشافها واللي كانت تابعة للملك نفر إركارع. وبسبب الموت المفاجئ والسريع جدا واللي ما كانش متوقع للملك نفر إفرع، قدر الملك اللي هو كان خليفة ليه أو ولي العهد ان هو يكمل بناء الهرم، بس ما بناهوش على شكل هرم كامل، هو بناه على شكل مصطبة. وبالرغم من ان مصطبة الملك نفر افرع شبه اي مصطبة اتبنت زي مثلا المصطبة اللي اتبنت من عهد ملوك الاسرة الثالثة، الا انها ما كانتش مصطبة بمعنى الحرفي، لان المصطبة بتكون موجهة شمالا وجنوبا، ودي كانت موجهة في اتجاه واحد بس، والمصطبة الطبيعية بتكون على شكل مستطيل، اما مصطبة الملك نفر افرع فكانت على شكل مربع. وده كان واحد من الاسباب اللي خلى العلماء يوصفوا هرم الملك نفر افرع بانه هرم غير مكتمل البناء. ارتفاع المصطبة دي كان بالظبط 7 امتار، وزاوية الميل بتاعتها كانت 64 درجة. ومن ضمن الحاجات المهمة جدا واللي بتميز هرم الملك نفر افرع او مصطبة هرم الملك نفر افرع، ان هي المصطبة او الهرم التالت والاخير واللي اتبنى في منطقة ابو صير. ومن ضمن الحاجات المهمة جدا واللي بتميز هرم الملك نفر افرع انه بيعتبر خط تصويري بيربط بين اهرامات منطقة ابو صير بمدينة قول. طب ده عن طريق ايه؟ عن طريق مقبرة. المقبرة دي موجودة في التحديد في المنطقة اللي هي جنوب غرب هرم الملك نفر إركارع. وهرم الملك او مصطبة الملك نفر إفرع اتبنت سنة 2645 قبل الميلاد. والهرم ده هو هرم املس مخطط، وتم بنائه من الحجر الجير الابيض. اما بالنسبة لقاعدة الهرم فهندسيا كانت على الورق متخطط ليها ان هي تكون 78 متر مربع، بس طبعا بسبب موت الملك المفاجئ وسبب ان الخليفة مهتمش بهرم الملك نفر افرع، فخطط القاعدة على ان هي تكون 65 متر مربع. وبسبب موت الملك اللي كان بسرعة جدا وما كانش متوقع، اتحول الهرم واللي كان مخطط ليه ان هو يبقى هرم لمصطبة مربعة او تل بدائي، وده كان في الفترة بين موت الملك نفر افرع وتحنيطه. وطبعا يا جماعة زي ما احنا عارفين ان كل ملك انا بذكره وبالذات في عهد الدولة القديمة بتكلم عن اعماله وعن هرمه بالتحديد، بس للاسف الملك ده انا مش هقدر اتكلم عن هرمه، يعني عرفت اتكلم عن اعماله وجبت لكم نبذه مختصره عن هرمه، لان الكلام في هرمه هو كلام هندسي بحت، فمعظم الناس المتواجدين على القناه يهمهم التاريخ اكتر من الهندسه، وغير كده الكلام عن هرمه هياخد حيز كبير جدا احنا في غنى عنه، فعشان كده انا هحاول لو لقيت اي معلومات عامله عنه حلقه ثانيه، ولو ما لقيتش فهحاول اشوف الملك اللي بعده واللي هو كان سادس ملوك الاسره الخمسه. وبكده يا جماعه نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، وإن شاء الله الحلقة الجاية أكمل كلامي معاكم عن بقية ملوك الأسرة الخمسة، وهتلاقوا كل اللينكات بتاعتي تحت في الديسكريبشن. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. سلام عليكم.